هل نور يربح والنيف أبو جهل؟ ما كان يفت أبو جهل؟ أريد تشكرانيا إذا مسلم أنت ستكيت مسلم؟ إنك يا أنت سمعت ذي كان الإسلام؟ إن كرت سنخ تفتدح ده كان لابن أنت إستنيت لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أقلتني نعم إيه أستنيت ما ده كان معنى لا إله إلا الله أرقلتني ورت سنخ. إذن هان غواد أيوف أبو جهل. أبو جهل اللي كان رأس الكفر، كان رأس الكافرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إسنت معنى الإسلام، إسن معنى لا إله إلا الله، غاين فريلا ستنا أشكو إسلم كان المعنى نفس. إذا هنا غيدا غيلا كي كان دي مسلم أرتني كان مسلم ويكون السن معنى لا إله إلا الله. أرتني نتنيز ما كان لا إله إلا الله ما كان المعنى نفس إذا ما يصور تخلق ولا ترزق قبل ربي تبارك وتعالى. أوه وغيد وحدة غيكاد وحدة وريكفة اختتقان توحيد الربوبية لا بدأ زيد توحيد الألوهية ما استقان أشكو لا إله إلا الله تتقان تسارت لجنت. إذن ما يقان المعنى لا إله إلا الله أتسنت حققت تعلمت أي مسلم إذن سورة تعبد غلخاص الحق قبل ربي تبارك وتعالى أنتان وحده تستحق العبادة. العبادة كل شيء اللي نسكر يخصى أستنسكر ربي تبارك وتعالى نصرفت ربي تبارك وتعالى أستنسكر كرانيا لك الولي ولك البشر ولك النبي ولك الحجر ولك الوطن كل شيء لعبادتنا تنصرف ربي تبارك وتعالى. العبادة تصليت ولا السجود ولا الركوع ولا تغرسي ولا الدعاء ولا التوكل ولكم ما تكون ما تسكرت العبادة أي مسلم يخصى استسكرت ربي تبارك وتعالى تقصد تصر ربي تبارك وتعالى أشكو غيك لسنا لا إله إلا الله إذا تسارت الجند ولكن تسارت الجند أتي التف خصانس ما يقان زي خصان نتسارت ولي قسني زوارن الإخلاص أتخلص العبادة لك ربي تبارك وتعالى. غدا غينا النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله والسن وخصان إقاد العلم إخصت السنة معنى لا إله إلا الله لا بدأت سنة الزقان لا إله إلا الله معنى إقاد أن نريد عباد سلحق ربي تبارك وتعالى غينا ربي تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وكل ما يتعبد غير ربي تبارك وتعالى إسيقى عبادات باطلة هنورة تقبر ربي تبارك وتعالى هنكل غين واستحقا العبادة. وكان ما يقال لا إله ما يقال لا إله لا إله أي أتنفيت أتحية كل ما يتعبد من غير ربي تبارك وتعالى مده يقال إلا الله أرتثبت أرتحققت أرتعلمت ربي تبارك وتعالى وحده تستحق العبادة. غير غنى إبراهيم عليه السلام إيه القرآن الكريم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني غير دحين ربي تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هن لا إله إلا الله تاف سنة ركيز ركيز لي زوارن استيقان أتكفرت سكون ما يتعبد من غير ربي تبارك وتعالى ركيز هاتي سنة أتسكرت حقيقت تفرت ربي تبارك وتعالى العبادة وحدت أتكفرت سولي التعبدين من غير سيد ربي تثبت العبادة ربي تبارك وتعالى أختي تيقان ركيز لا إله إلا الله وكان ركلي نتشهد أن لا إله إلا الله لا بد إفرت فلاح نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إجا أرقص ربي وإخسرتون سكدب إخسرتون تعباد وإخسرت سونس كل هذا سولك في كل خصائصنا الربوبية الخصائصنا الربوبية هذا سندور لك فنتا أشكو نيك فنك الخصائصنا الربوبية النبي صلى الله عليه وسلم هان أوري شهد أوري سنيس إجا اسم كان ربي ونين كان الرسول صلى الله عليه وسلم هان نرسل يشهد إسيقا أرقص ربي وكان ربي تبارك وتعالى إن يحد هان النبي صلى الله عليه وسلم يقع على البشر ولكن فضحت في اللون سنبوة الوحي يغلى غير ربي تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم وكان يؤكد البشرية غير غنى بشر مثلكم إذ كانت يفاح ربي تبارك وتعالى اختارت سلوحي زوج سلوحي فضلت في جميع العباد إذا نجا اسمك ربي اختارت تعبد
إذا أرقص ربي خصها تكذب.